عندي خلاف مع حتى شي واحد الحمد لله، وبالعكس يعني انا معروف عليا اي انسان يعني اي انسان بالعكس كيحتاجني ولا كيبغي شي حاجه مني وبامكاني انني نديرها كنديرها، فما عنديش حتى شي خلاف مع حتى شي واحد، وانا متسامحه مع راسي اول شيء ومتسامحه مع الكل، وكنتمنى لهم كلهم التوفيق والنجاح في حياتهم سواء الشخصيه ولا العمليه، والله يوفق الجميع، وفي النهايه راه كل واحد وطريقه. انا بالنسبه ليا بالعكس يعني الحياه الشخصيه يكفي ان احنا كنقدموا داك الفن وكنقدموا للناس، الناس باغيين يشوفونا وحنا فرحانين، ما باغينش يشوفوا يعني انا بالنسبه ليا حياتي الشخصيه كنفضل انها تكون اوكي، حتى لو انها تبان مثلا للبيبليك غير، هو كاين فيها دي تخي، كاين خصوصيات اللي هما كيبقاو بين الراجل ومراته، كاين خصوصيات، كاين الوحده اللي كتبغي تحافظ على ديك الاسره ديالها بعيد عن الشهره وبعيد عن الاضواء وبعيد عن، لانه مؤخرا وليت كنشوف هادشي كيجيب غير المشاكل، فمن الاحسن انه الواحد في خدمته اللي هو كيديرها يركز عليها، وفي حياته الشخصيه تبقى ليه حياه شخصيه، لانه الانسان قبل ما يكون فنان راه هو انسان غيبغي يعيش حياته عاديه مثله مثل اي انسان اخر. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.